احنا هنروح لزميلنا خالد رزق ومع رجل المباراة عبد الرحمن طه، نجم الشوط الثاني ونجم يعني المباراة ورجل المباراة عبد الرحمن طه، مع زميلنا خالد رزق. لك الكلمة من جديد من ملعب المباراة، ومعايا مان اوف ذا ماتش، يعني هدايا وجوائز وفي حاجات كتير. تقول لي بعد الماتش النهارده، وكان ليك بصمه اكيد في الشوط الثاني. الحمد لله ماتش كبير طبعا وللتاريخ، يعني الحمد لله احنا دخلنا البطوله دي بشكل كويس جدا، محضر لنا ماتش يعني ماتش ومن اول الماتش عارفين ان اللي احنا نلعب البطوله دي فرق قويه كلها من اوروبا كلها. يعني احنا لعبنا ماتش السيمي فاينل ربنا ما كرمناش، بس بنلعب احنا بطل الثلاث نسخ اللي فاتت. الحمد لله ركزنا وقومنا نفسينا، ومن اول ما خلصنا الماتش خلاص قلنا هنلعب ماتش مهم اللي جاي، ماتش التاريخ وماتش ميداليه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. الصراحه يعني احنا بقى لنا 3 سنين بنعمل بروجكت جامد جدا على الفريق، غيرنا الفريق كله، يعني الحمد لله يعني كل ده بيبان كل سيزون، كل بدايه سيزون الحمد لله بنحاول نفرح الجمهور والنادي الاهلي كله يعني واعضاء مجلس الاداره بكل حاجه، يعني الحمد لله باقصى جهد عندنا. الحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. عندها بطوله افريقيا كلها 4 5 ايام تاني هنسافر، فهنقفل ان شاء الله، ان شاء الله هنحتفل النهارده وهنعمل كل نلبس كل حاجه النهارده ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. تتوقع وجود الجمهور الاهلي بالشكل ده؟ طبعا هو من اول ماتش في البطوله، من اول ثانيه في البطوله كلنا لقينا تفاوض، حتى زي مش يعني ما بيسكتوش من اول ثانيه لاخر ثانيه، بيتفاعلوا مع كل جون، كل تصدي، كل يعني لحظه من الماتش هم بيتفاعلوا معاه. دي حاجه كويسه جدا، والواحد مبسوط اللي هو شايفهم في الملعب ومالين الملعب كده. ربنا يكرمنا ان شاء الله وفي تزايد اكتر واكتر باذن الله. احساسك وانت ماسك النهارده مان اوف ذا ماتش في ماتش مهم امام برشلونه وحصولك على بديل المركز الثاني؟ والله الحمد لله، يعني الواحد مبسوط جدا ان هو ليه بصمه النهارده في الماتش، ويعني يعني حاجه لتاريخه وحاجه تتكتب في يعني حياته الشخصيه، ان هو انت تاخد ماتش يعني مان اوف ذا ماتش في ماتش زي ده. ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله باقصى ما عندي ابذل ان شاء الله الفتره الجايه عشان ربنا يبقى ليا بصمه في الفريق باذن الله اكتر واكتر ان شاء الله.